السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم كاطو غولي. هذا الكاطو غولي مصنوع بجينواز فاني شوكو في نفس الوقت. لتحضير هذا الكاطو سنحتاج إلى الجينواز، نحتاج أيضا كريمة. استعملت لاغاناش، ما استعملتش في هذا الكاطو الكثير من الكريمات. ونحتاج أيضا السيرو باش نشمخو الجينواز. سنبدأ أولا في تحضير الحشو. بسم الله. سنحضر الحشو أو لاغاناش. استعملت شوكولا على شكل حبيبات، تقدروا تستعملوا أي شوكولا أخرى. سنحتاج بالتقريب 100 غرام، نضيف كريمة سائلة أو كريمة الطهي، نضيف 100 غرام أو 100 ملل. في مكان كريمة الطهي لما كانت عندكم حاضرة تقدروا توضعوا 50 ملل متاع حليب. غادي نوضعوا هذا الشوكولا في الميكرووند ولا في حمام مائي حتى تذوب مليح وتحصلوا على خليط يكون متجانس. هنايا بعد ما ذابت الشوكولا غادي نخلوها ترتاح على درجة حرارة الغرفة، بعد نوضعوها في المبرد أو الثلاجة باش تحكم روحها مليح. ما لازمش تخلوها كثير في الثلاجة باش ما تولي لكمش صلبة، لازم تكون شوية طرية باش من بعد تقدروا تطلوها على الكاطو. والان سنحضر السيرو اللي غادي نشمخو به الجينواز. غادي نحتاجو نصف كوب نتاع ما يعادل 125 ملل. نوضعوه في الكاسرونه، نضيف السكر 60 غرام او ربع كوب. غادي نوضعو الكاسرونه فوق النار ونخلوها تغلي فقط دقيقه او 2 لان الكميه قليله. من يبدا السيرو يغلي غادي نحسبو دقيقه، نطفو على النار ونضيفو له ملعقه نتاع سكر فانيلا، تقدروا تزيدوا اي عطر نتوما تحبوه. هنايا بعد ما غلا دقيقه غادي نضيف له سكر فانيلا باش يكون عندها عطر تاع الفانيلا. نخلطو قليلا ونخلو السيرو حتى يبرد مليح. والان سنمر الى تحضير الجينواز. بالنسبه لمكونات الجينواز سنحتاج 3 بيض، نحتاج الى السكر 90 غرام او نصف كوب، نحتاج هنا الفرينه او الطحين او الدقيق الابيض 90 غرام او 3/4 كوب، نحتاج بودرة شوكولا، بودرة كاكاو يعني شوكولا على شكل غبرة، نحتاج ملعقة صغيرة تاع سكر فانيلا، قرصة نتاع ملح، ربع ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى وبيكين باودر، وملعقة كبيرة نتاع ماء يكون دافئ. يعني كما لاحظتوا بالنسبة 3 بيض استعملنا 90 غرام سكر و 90 غرام فرينة، يعني بالنسبة لكل حبة بيض غادي نستعملوا 30 غرام سكر و 30 غرام فرينة. يعني إلا بغيتي ديروا 4 بيض ضربوا 30 في 4 اللي هي 120 غرام تاع سكر و 120 غرام نتاع فرينة. سنفصل صفار البيض عن البياض، نضيف لبياض البيض القرصة نتاع الملح، نضيف كمية نتاع سكر فانيلا وكمية غادي نضيفوها للصفار. نفس الشيء بالنسبة للسكر، نوضعوا اكبر كميه مع البياض ونوضعوا خلو قليلا مع الصفار. الان غادي نخفق بياض البيض حتى نتحصلوا على مراك تكون متماسكه. هنا غادي نخفقوا بياض البيض اما بالدراب الكهربائي العادي، وتقدروا ايضا تستعملوا العجان. وهنايا مده الخفق غادي تكون بالتقريب 5 دقائق، يعني غادي تستغرق بعض الوقت، ما تقلقوش عليه. في الاول غادي يظهر لكم سائل، لكن من يحمى هذاك البيض من بعد غادي يولي لكم على هذا الشكل كثيف. من بعد ما نتحصلوا على هذه الكثافه غادي نخفقوا الان صفار البيض، نقعدوا نخفقوا فيه حتى نتحصلوا على خليط كريمي يكون عنده لون اصفر فاتح، يعني السكر يكون ذاب تماما كما راكم تلاحظوا فيه في الصوره. من بعد هنايا سنضيف ملعقه كبيره تاع ماء دافي لصفار البيض باش من بعد الكاطو الغولي كي تلفوه ما يتكسر لكمش، يقعد لكم طري. من بعد هنايا غادي نفرغوا خليط صفار البيض مع لا موغانغ وغادي نخلطوهم مليح حتى يتجانس الخليط. وفي الاخير غادي نضيفوا الفرينه او الدقيق الابيض مع خميره الحلوى، ومادا بيكم خميره الحلوى خلطوها اولا مع الفرينه من بعد اضيفوها للخليط نتاع لا ميرانغ مع صفار البيض. من بعد غادي نخلطوهم جيدا حتى يتجانس الخليط. وهنايا باش نتحصلوا على جينواز فانيلا وشوكولا غادي نقسموا العجينه على 2، اما عينكم ميزانكم كما راني نعمل ولا بواسطه الميزان. من بعد واحده غادي نخلوها هكا بيضاء، والثانيه غادي نضيفوا لها شوكولا على شكل غبره او بودره كاكاو. من بعد تخلطوا مليح العجينه حتى يتجانس الخليط
وخلطوا هنايا فقط ببطء باش العجينه ما تهبطلكمش وتولي لكم سائله. من بعد هنايا العجينه تاع الشوكو وتاع الفاني غادي نوضعهم في جيب حلواني، اما تستعملوا هاد لي دود ولا استعملوا مباشره الجيب الحلواني، ومن بعد تقوموا بقصه من الاسفل وتكون عندهم نفس الفتحه. هنا رانا نوضع العجينه في الجيب الحلواني وعدلوها جيدا. هنا لا شفتوا العجينه ما هبطتلكمش للاسفل، بواسطه كوبات ولا اي حاجه تكون مسطحه تضغطوا عليها وتهودوا العجينه للاسفل. نفس الشيء بالنسبه للعجينه بالشوكولا. من بعد غادي ناخذ سنيوه المقياس نتاعها 20 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، وغادي نوضعوا هنايا كما راكم تلاحظوا العجينه الاولى البيضاء ثم العجينه بالشوكولا. نعاودوا نديروا عجينه بيضاء وعجينه بالشوكولا حتى نكملوا جميع العجينه نتاعنا. وما تنسوش وضع ورقه الطهي في السنيوه، لو كان ما توضعوش ورقه الطهي من بعد الجينواز غادي تلصق لكم في السنيوه، يعني ورقه الطهي ضروري. هنا فقط ملاحظة، تقدروا استعمال ألوان أخرى في مكان الشوكولا. هنا بعد ما نكملوا العجينة نتاعنا نقوم بطهيها في فرن ساخن على درجة حرارة العادية 180 درجة مئوية ما يعادل 350 درجة فارنهايت، ومدة الطهي من 8 دقائق حتى 12 دقيقة. ما لازمش تخلوها كثيرا باش الجينواز ما تجيكمش صلبة، ومن بعد كي تلفوها ما تتكسر لكمش. هنا بعد ما شفتها صاي نشفت استغرقت لي 10 دقائق، خليتها حتى تبرد مليح على درجة حرارة الغرفة. من بعد هنايا بواسطة السكين مررتها على حافة تاع السنيوة ونزعت الجينواز كما راكم تلاحظوا. من بعد بواسطة السكين اللي يجي مثل المنشار يعني يكون عنده أسنان، غادي ننزعوا هذيك الطبقة الرقيقة اللي راهي من الفوق باش من بعد فاني شوكو يكونوا ظاهرين جيدا كما راكم تلاحظوا في الصورة. وهذه هي اللي غادي تجي في الطبقة الخارجية نتاع الكاطو غولي. من بعد هنايا بعد ما نزعت هذيك الطبقه العلويه غادي نقلبوا الجينواز على الجهه الاخرى وننزعوا ورق الطهي، وهذه هي الجهه اللي تتشرب مليح بالسيرو. هنايا وضعت السيرو اما بواسطه بانسو ولا بالطريقه اللي شفتوها معايا في الوصفات السابقه في قاروره يكون البوشو نتاعها متقوب. هنايا وضعت البانسو لان الكميه قليله نتاع السيرو. من بعد هنايا هذه لاغاناج راها طريه، إذا شفتوا الكمية نتاعها قليلة ما كانت عندكم بزاف شوكولا تقدروا إضافة كريمة شونتيي مع هاد لاغاناج وتتحصلوا على موس بالشوكولا. هنايا غادي نوزعوا جميع لاغاناج على جميع المساحة. من بعد غادي نلفوا الكاطو غولي بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها في الصورة. أولا نبدأ في الجهة العلوية تضغطوا عليه باش يدي الشكل الدائري، ومن بعد تكملوا حتى الجهة الأخرى. من بعد هنايا نعدلوه جيدا وتلفوه مليح في ورقه الطهي، ولازم نوضعوه في المجمد على الاقل ساعه باش يحكم روحه مليح والشكل الدائري يقعد ظاهر مليح. هنايا لفيته مليح في ورقه الطهي وغادي نوضعه في المجمد لمده ساعه، وايضا باش هذيك الشوكولا تتماسك مليح ومن بعد كي تقطعوه تقعد ظاهره مليح في الكاطو. هنايا بعد ما خليته ساعه جبدته من المجمد ونزعت هذوك الجوانب باش من بعد الكاطو يكون التزيين تاعه شباب، وهذا هو الشكل النهائي. اكتفيت بهذا التزيين، يعني الكاطو غولي تاع اليوم ما فيش بزاف الكريمات. غادي نقدم لكم ملاحظه، كاين بعض الاخوات يقولوا لي بلي الكاطو غولي مين جو نلفوه يتكسر لنا. وين تا يتكسر الكاطو غولي؟ يتكسر الكاطو غولي كي طيبوه بزاف، يعني الجينواز تنشف، ومين تنشف ومن بعد تجو تلفوها راها صلبه، هذاك عادي لا تكسرت لكم. ما لازمش تطيبوها كثيرا، هذه اولا. ثانيا ايضا الجينواز ما لازمش تكون سميكه، يعني مي توضعوا العجينه في البلاطو حاضروا باش تكون السمك تاعها رقيق، يعني اقل من 1 سنتيمتر. بعد غادي من تنفخ لكم تكون عندها 1 سنتيمتر ولا 1.5، هنا تقدروا تلفوها. لكن لو كانت 2 سنتيمتر ولا اكثر غادي الثاني من تلفوها غادي تتكسر لكم. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله الطريقه هذه تكون عجبتكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.